طب هل كان في ردود فعل من الدول الأوروبية أو الغربية لما كانوا بيستمعوا لصوته أو تسنح الفرصة لكده؟ هو لما سافر أول مرة كان طبعا راح سافر أمريكا، سافر 14 ولاية في أمريكا، فطبعا أول لما نزل المطار حس إن الناس كده بتبص عليه ومستغربين شخصية لابسة زي الأزهري وبالعمة، فهو حس إن في ناس يعني كده محط الأنظار، فراح قلع الجبة والبتاع ولبس بدلة وفصل بدلة وكان بيتجول بيها في داخل أمريكا يعني في الولايات المتحدة. لكن في المراكز الإسلامية طبعا بيستقبلوه هناك استقبال حافل طبعا. استقبال حافل طبعا، وبياخدوا منه احاديث صحفيه ويصوروه وكلام من ده يعني. طب نتكلم بقى عن شيخنا الجليل من الناحية الإنسانية أو الجانب الإنساني كأب، تمام. هل كان صارم مع أولاده؟ كان صارم معاكم في ده التربية؟ بالعكس، هو كان في البيت طبعا، هو ما كانش بيتواجد معانا في البيت على طول يعني، كان ساب المأمورية دي للتربية للوالدة رحمة الله عليها، كان هي المتولية بقى شؤون البيت وكان هي المتولية تربيتنا لكن هو كان لما كان يتواجد في البيت كلنا نعمل له حساب يعني، طبعا اذا تواجد في البيت يبقى صمت رهيب، خرج من البيت بقى اللي يلعب ويكسر ونعلي الراديو ومش عارف ايه، لكن طالما تواجد في البيت او حس ان في حد عمل خطأ او حاجه يعني كان كان الثواب والعقاب بيبقى عقابه عامل ازاي الشديد، من شيخنا؟ يكفي ان هو بس لو بص له بصه يعني، يكفي ان هو يبص بصه لاحد الابناء دي يعني كانها مثلا كاني اتضرب بطلقه نار او كان اتضرب بسيف، يبص له بصه كده يعني يترعب ويفضل مثلا مختفي عنه عشان ما يواجهوش يومين ثلاثه لحد ما هو يطلبه يقول انت فينك مش باين ليه وبتاع، يبتدي ايه يعني يفتح معاه يعني حديث على قد ما كان طيب وحنين لكن كان صارم لما ايضا في حد التربية. بيخطأ من الاخوه كان يعني يجد ما لا يحمد عقباه يعني.